غلطين الجماعة اللي يحكيه وخطر انا راني ماتش المستير وكلوب افريكان في رادس أي. تكلمت وقلت انتصار النادي الافريقي لو لا تقالوا الافريقي يلعب ماتش كبير انا قلت الاتحاد الرياضي المنستيدي بدون الثلاثي متاع وسط الملعب وكلاني السب انا كلوبيس كالعاده وانا كلوبيس نحب النادي الافريقي يلعب ليه يا سيدي عام وشهر ولا عام وشهرين النادي الافريقي شنو الاسلوب اللي يلعب به وراهن على النقطه هذه يلعب البريس عالي كما لعب الاتحاد الرياضي المنستيدي يلعب على لي كوتي كما تلعب الاسبيرانس اعطيني الكلوب كاشين تاع النادي الافريقي السنه هاي نحي المستير اليوم اعطيني النتائج الرياضيه تبع شنو اسلوب النادي الافريقي يلعب به تدرج الكره خروجها من اليمين لليسار من العمق كيفاش يعمل كيفاش يتصرف النادي الافريقي سيركوي بريفيرونسيال نتاع مثلا فماش هويه واضحه مثلا يعني كيف يقبل هدف كي يسجل هدف كيفاش يتعاملوا ما فماش حاجه واضحه كاشي واضح مع احترامي للمنتصر والنادي الافريقي انا نحب الكلوب افريكا احسن جمعيه في تونس لكن اللي شفته عام كامل مش السنه بركه شيء يلقى عدد كبير من نقاط الاستفهام وذاك علاش السب ماكلني انا توا ولا شيء لكن كلمتي يقولها